السلام عليكم. اسم ديالي ساره بني عيش. كنعمل لاباتيسري لو كيك ديزاين. بديت في هذا الدومين تقريبا شي 9 سنين ولا اكثر، ولكن كانت غير هوايه، يعني كنعملها غير في الدار شويه بشويه حتى رجعت مهنه. الفكره جاتني ملي تاهل المنتخب وفرحنا كاملين، فكانت هذه هي الطريقه ديالي باش نفرح معكم ونشجع المنتخب. لا ماشي اول وحده، ديجا عملت اخرى ملي تاهلوا في المجموعات وجبت الناس وقلت علاش ما نعمل شي وحده اخرى كنخرج فيها الابداع ديالي وكنبين الفرحه ديالي بالمنتخب. لي كومونتير كاملين كانوا مزيونين صراحه، كاملين مشجعين، كاملين كيفرحوني، واخا غير لايك كنفرح بها بزاف. ديروا النيه هي واحد الجمله كيقولها الركراكي تشهر بها، وحنا دائما كنعيشوا في حياتنا بالنيه، يعني كنعملوا النيه وربي كييسر الامور. لافوكا هي اللي تشهر بها الركراكي، هي في الاصل كانت معيوره ولكن دابا ولات شي حاجه مزيونه. الفريق الوطني كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ونفرحوا معهم كاملين نهار السبت، وعلاش لا كاس العالم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.